تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حوار سبورت. حلقتنا لهذا اليوم ستكون تحت عنوان كرة الصالات، عنوان للتميز أو عنوان التميز. مثلما علمنا أن عمل اتحاد كرة بدأ عليه التخبط في الكثير من مشاوره في مختلف الفئات العمرية، خصوصا فيما شاهدناه في الآونة الأخيرة والمعسكر الذي ذهب إليه المنتخب الوطني العراقي في قطر. لكن رغم تلك الأخطاء التي شخصت من قبل الإعلام الرياضي العراقي، كان لابد لنا من الوقوف على النتائج الجيدة التي تحققها الفرق المشاركة في المنافسات القارية، ومنها مشاركة فريق نفط الوسط في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري التي اختتمت مؤخرا في مدينة أصفهان الإيرانية. رحبوا معي بضيفي لحلقة هذا اليوم الكابتن هيثم بعيوي، مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا وسهلا بك وتحياتي لك والكادر برنامج حوار سبورت وكذلك كل مشاهدين قناة رشيد الفضائية. حياك الله كابتن. كابتن، كرة الصالات كانت شأنها شأن أغلب الرياضات المهملة لحد قبل فترة، يعني لا نقول هذا لأنكم حاضرون هنا ولكن النتائج هي من تتحدث. منذ أن أمسكتم بزمام تدريب المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات بدأت النتائج بالتغير شيئا فشيئا، وبدأ الفريق العراقي يرسم خارطة مغايرة عما كان يفعله من نتائج في المنافسات الآسيوية. والله بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أنا أشكر كلامك الطيب عن حياك الله كابتن واقع حال كرة الصالات، لكن حتى ما نضيع عمل الأشخاص أو المدربين اللي عملوا ويانا أو الكوادر المتقدمة باللجنة كرة الصالات، هنالك الكثير اللي عملوا بشكل يعني حلقة واحدة أو خلية على مود أو من أجل الارتقاء بكرة الصالات نحو الأفضل. وحقيقة ما لمسناه بالفترة السابقة، نهاية الفترة السابقة من اللجنة السابقة واللي يعني كانت متمثلة بالأستاذ نعيم صدام الله يذكره بالخير، وبعد ذلك استلام اللجنة من قبل أستاذ عادل ياسري اللي حقيقة يعني احنا نقول له يعني وجهك الخير والعمل الطيب اللي بدأ من خلال تواجده باللجنة وعلى رأس الهرم، واللي الآن ثمرته موجودة يعني أظهر مدى تطور كرة الصالات العراقية للشارع الرياضي. نعم كابتن، مشاكل جم تعانون منها أنتم في عملكم في مجال كرة الصالات في العراق، أولها ضعف البنى التحتية فيما يخص هذه الرياضة، وهو يعني واقع كرة القدم عموما وأنتم جزء من كرة القدم. يعني كرة القدم قد يكون يعني أكو بعض المنشآت الرياضية على مختلف المحافظات، لكن احنا ما نمتلك الان يعني نمتلك قاعات تشترك بها مرات يعني الفرق الرياضيه لكره السله، كره اليد، كره الصالات، لكن احنا الارضيه اللي تقام عليها بطولات كره الصالات ما موجوده بالعراق. نعم ما متوفره بالعراق، ولذلك هي بمواصفات خاصه. اكيد اكيد بها مواصفات خاصه، يعني ما موجوده ولا يمكن أن تقام عليها فعاليات كرة اليد أو كرة السلة خاصة فقط لكرة الصالات الفوتسال، وما موجود هذا الموضوع بالعراق، ولذلك احنا نروح نشارك في بطولات آسيوية على مستوى المنتخب أو الأندية تلقانا نعاني ونعاني الكثير حتى يتعود اللاعب على هاي الأرضية وحتى ياخذ الستايل هاي الأرضية من خلال التمرير والركض عليها، ويعني يعني حتى تمرير الباص بمشكلة يراد وقت حتى يتعود عليه. نعم يعني هنا أسألك يعني كابتن هيثم بعيوي، يعني أكثر من مرة تسأل الناس عن ما هو الاختلاف حقيقة، هو سؤال يبدو يعني بدائي بعض الشيء ولكن للتوضيح لجمهوركم الرياضي، بما تختلف أرضية كرة الصالة عن الصالة متعددة الأغراض اللي تقام أيضا عليها بقية الفعاليات اللي تحدثت عليها كرة السلة والطائرة واليد؟ يعني المتعارف عليها لكرة السلة وكرة اليد تارتان اعتيادي مضغوط واعتيادي، لكن كرة الصالات أكو يعني طبقة يصير على شكل مربعات، يعني هذا ينفتح. احنا نعرف كرة اليد الأرضية مالتها من النصب بعد ما يمكن أن تزال، كرة الصالات هاي مربعات تلبيس مربعات يصير عليها ساحة كاملة، في أي لحظة تنتفي الغرض من عدها يمكن أن ترفع وتحفظ حتى
ما تصير معرضة للتلف أو يعني المشاكل الأخرى. نعم، يعني في حالة يعني أرضية كرة الصالة أو الفوتسال هي أكثر مرونة من باقي الأرضيات بالضبط. ويمكن استخدامها يعني الاحتفاظ بها لأجل البطولة بالضبط. لأجل بطولة معينة أو لأجل تحضير معين. كون كرة اليد تستعمل باليد يراد لها أرضية تخلي أكو ارتداد للكرة حتى ترتفع. كذلك كرة السلة هنا ماكو يحتاج ارتداد للكرة، حتى الكرة وزنها مختلف من النوع اللي نعم. وضعها يعني ثابت نعم. فهذه الأرضية نعم. هذه الأرضية هذه واحدة من الأرضيات اللي تتحدث عنها كابتن نعم. هاي القاعة اللي هذه بأصبحان هذه حديثة نعم. هاي الأرضية حديثة اي حديثة. هسه الاتحاد الآسيوي هاي المشاركة يعني شلون مثل ما تقول مخترعها، وإنما راد يختبرها نعم. هاي أرضية حديثة، هاي مو مربعات هاي أيضا بساط نعم وفرشو، بس شركة فرنسية اجت نعم. نصبتها بإيران نعم في هذه القاعة في أصفهان بلي. نعم، والقاعة حقيقة يعني أنا شاهدت تحفة معمارية حقيقة. هل من الصعب أن يتم بناء قاعة مشابهة لهذه القاعة في بغداد مثلا أو في إحدى محافظاتنا؟ العراق ماكو شيء صعب، العراق ماكو شيء صعب. يعني أنا كابتن يعني هذه الصورة هي تفصح عن نفسها، قاعة جميلة جدا يعني يعجز اللسان حقيقة. انت لعبت هناك انت والمنتخب وشفتها اكيد. انت وصفتها تحفة تحفة. احنا يعني نحلم حلم هذا يكون عندنا هيك قاعة، ويمكن الاقتصاد الايراني والمنشآت الايرانية او يعني الجانب الاقتصادي في ايران ما يعلو على جانب الاقتصادي في العراق. كذلك عليها عقوبات دولية. الان العراق يعني بعد انتهاء فترة الطاغية نعم. صدام، الآن في انفتاح، في ميزانية جيدة، ما من الصعوبة أن يعني تبنى هكذا منشآت رياضية، لكن للأسف إحنا نعاني ولليوم من هالموضوع. نعم كابتن، خلينا يعني مع مشاركتكم في هذه البطولة، بطولة أندية آسيا أبطال الدوري، وقد قدتم فريق نفط الوسط اللي يعني فرض سطوته هذا الموسم على مشوار الكرة في العراق بالنسبة للساحات المكشوفة وللفوتسال. كابتن، كيف وجدت لاعبي منتخبنا أو فريق نفط الوسط اللي أكو بهم كثيرين يلعبون في المنتخب العراقي؟ كيف رأيت مستواهم بصورة عامة؟ للتوضيح بخصوص نفط الوسط، نعم. نفط الوسط احتل كل المسابقات اللي يقيمها اتحاد العراق المركزي لكرة القدم. أخذ الدوري العراقي بالكرة الشاطئية، نعم. حصل على المركز الأول وهو نادي فتي حقيقة، وللسنة الثالثة على التوالي حصل على البطولة الدوري الممتاز لكرة الصالات، وللسنة الرابعة على التوالي نعم. وحصد الدوري الممتاز بكرة القدم ومن أول سنة نعم. والآن شارك مثل الاتحاد العراقي في بطولة الأندية الآسيوية نعم. وتنتظر مشاركة للكرة المكشوفة، كرة القدم المكشوفة أيضا بالمشاركة الآسيوية نعم. أنا هاي مو تعتبر دعاية لنفط الوسط، لكن حتى أوضح للجماهير نعم. ونحن نوجه التحية لإدارة هذا النادي حقيقة اللي يعني حققت هاي النتائج الرائعة خلال المواسم الأخيرة. الله يبارك بيك. بالنسبة للمشاركة الآسيوية نعم، حقيقة انبهر الجميع من متابعين وصحفيين ومدربين ولجنة آسيوية من المستوى اللي يقدمه اللاعب العراقي وكفاءة المدرب العراقي في هذه البطولة، واللي خالف كل التوقعات نعم. بعد ما ارتفع رصيده وصل للمركز الرابع نعم. وكان يعني أدنى من عنده نادي ناغويا الياباني بطل البطولة السابقة ونادي تشامبوري التايلندي نعم. وصيف البطولة السابقة وبطل البطولة الأسبق نعم. حصل على المركز الرابع، ودع البطولة على يد أبطال آسيا فريق الإيراني نعم. تصنيفه سادس عالمياً، يمكن على ما أعتقد فريق تأسيسات إيران، تأسيسات إيران نعم. سادس عالمياً، يضم 9 لاعبين من منتخب الإيراني نعم. يضم وحيد شمساي أفضل لاعب بآسيا نعم. ثاني هداف بالعالم. يجي الفريق العراقي لو موجود القرص يحرج الفريق الإيراني، يسوي عليه 15 دقيقة باور بلاي. إيران ناغويا الياباني ما استطاع أن يسوي عليه دقيقتين باور بلاي وخطأ وانطى جول. يعني هاي طريقة الباور بلاي، أن تشرك لاعب بدل حارس المرمى، تترك المرمى فارغ بدون حارس. هذه تحتاج جرأة كابتن، تحتاج شجاعة. يعني لما انتهت المباراة تلقاني مدرب كاندولوس مدرب إيران الإسباني والله يدور علي، قلهم وين كابتن هيثم؟
يدور علي. جانا مدير الفريق قال لي يريدك الكابتن مدرب إيران، فقال لي أنت شجاع. بعدين يعني التقى بي كابتن حسين شمس مسؤول اللجنة الفنية اللي يقيم المدربين واللاعبين والمهارات وأداء اللاعبين، قال لي أنت شجاع تمكنت أن تحرج الفريق الإيراني 15 دقيقة، أنت عندك جرأة ولاعبيك عندهم شجاعة أن يسوون باور بلاي على إيران 15 دقيقة، وضيعنا فرص، لو مستغلين فرص ما كانت النتيجة أن نخسر. يعني وصلت فرص، إن شاء الله أنا أدز لك القرص. يعني الهدف فارغ وإحنا تجي لاعبنا يخطأ بالتسديد، ماكو حارس. وأيضا يعني هذه لفريق بيروت على ما أعتقد، بنك بيروت. بنك بيروت نعم، وهو واحد من الفرق يعني المتطورة أيضا. بنك بيروت يمتلك تجربة عالية، يمتلك لاعبين جيدين جدا، تصنيف لبنان بالاتحاد الآسيوي مستوى عالي، مستوى أول، محترفين جيدين برازيليين وصربيين، مدربة صربي. قلت لك التجربة والمشاركاتهم، أنت شلون تخلق فريق يقدر ينافس؟ الاحتكاك. نعم. الاحتكاك. وهو ما وجدتموه في هذه البطولة كابتن؟ إحنا وين عسكرنا؟ وين عسكرنا؟ كان نفط الوسط، يعني ما احتكينا بفريق قوي. يمكن يعني أقوى مباراة لعبناها قبل البطولة بيومين وهي القادسية الكويتي، وتمكننا أن نتغلب على القادسية الكويتي اللي حصل على المركز الثاني. مكننا نغلبه 5-4. زين، احنا لو يعني لاعبين، هي الخامه العراقيه من اللاعبين عندها هواي مقومات، لكن ينقصها الاحتكاك، ينقصها المشاعات الرياضيه، ينقصها التوجيه. يعني هذا لو يصير اكو اهتمام، انا اقول لك كره الصالات العراقيه واللي اشادوا بها، وانا طولت عليك اسف. لا بالعكس كابتن، هذا عندك يعني سؤال، اشادوا بها الجانب المدربين والاعلاميين انه كره الصالات تهدد العراقيه، تهدد الفرق المتقدمة آسيويا. نعم. كتبت حتى الصحافة الإيرانية كتبت عن هذا الموضوع. والآن العراق يأتي بعد إيران واليابان مباشرة، وهذا يعد إنجاز بحد ذاته، أن نصل إلى هذا المستوى من التطور بعد أن كانت كرة الصالات حقيقة تمثل رقما تكميليا في أغلب المشاركات، تمثل رقما تكميليا يعني في المنافسات التي تشترك بها، إن لم تكن محطة استراحة لباقي الفرق. كابتن، يعني أكثر من لاعب تألق وبرز في هذه المشاركة، وأيضا هناك يعني وصلني أنكم شخصتم من ينفع للاستمرار مع المنتخب الوطني في قادم البطولات، خصوصا في بطولة آسيا المقبلة، تصفيات آسيا في كوالالمبور. نعم. والبعض الآخر أشرتموه على أنهم لا يمكن الاستمرار مع المنتخب بالنسبة لهم. أكيد اشترك بالبطولة يعني أكثر من 16 لاعب. نعم، وهذا رقم جيد جدا. نعم، تنوعت مشاركات اللاعبين بال يعني التوقيتات، كل من حسب ما قدمه، وقيمنا مستوى اللاعبين وفرزنا أو بينت عندنا إفرازات منه اللي راح يستمر ويانا للمنتخب الوطني، وحتى منه اللي يستمر لكرة الصالات في المحفل القادم آسيويين لنادي نفط الوسط. نعم كابتن، يعني ما سجلنا أيضا في هذه البطولة حتى في حال الخسارة باستثناء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. نعم. اللي كان دخلها الفريق العراقي وهو شبه مجهد. منهار نفسيا، مجهد ومنهار نفسيا، لأنه أضاع فرصة الوصول للمباراة النهائية ببساطة. نعم. كانت خساراتكم بفارق هدف، يعني أغلبها بفارق هدف، وهذا دليل على أنهم كنتم يعني منافسين عنيدين لكل الفرق اللي خسرتم معها. حتى أكيد احنا بالنسبة للمباراة الثالث والرابع، بعد ما اكتملت مباراة دور الثمانية اللي يعني كانت امام بنك بيروت، اللي هي هاي المباراة الظاهرة الان الشاشة. نعم. ثانية مباشرة مباراة تأسيسات ايران شبه نهائي ثاني يوم. اذا قرعة البطولة لم تكن في يعني في خدمتكم، على عكس بقية الفرق. الفريق الكويتي كنا احنا نروح بمكانه، راح ويا قرقستان ووصل المباراة النهائية. احنا رحنا على ايران، على اقوى الفرق تقريبا، على اقوى الفرق. يعني احنا لو رايحين للجانب الثاني لا تلقانا بالمركز الثاني، ما تلقانا مركز الرابع. على العموم بعد ذلك التوقيتات، يعني نلعب دور الثمانية ووقت اضافي، يعني مباراة وهذا اجهاد لاعبين نجهدوا بها. ثاني يوم نلعب ويا إيران اللي هي أقوى مباراة لنا، مباراة وهم يعني مرتاحين، فرق أكثر من يوم. إيه مباراة العمر. لا هم نفس التوقيت. إيه نفس الموضوع، بس هم خبرتهم بدلاء جيدين، 9 لاعبين منتخب إيران
تسع لاعبين. يعني هو عنده بمعنى تشكيلتين يلعبون في فريقنا. بدلاء جيدين الأساسي مثل البديل، وهذا أجا من تراكم الخبرة، من تراكم الاحتكاك. إحنا لو عدنا احتكاك أنا أقول لك يصير منتخبنا، وقالوها وراح يصير إن شاء الله. إن شاء الله. جهود الطيبين وأنت إن شاء الله واحد معدهم. الله يسلمك. يعني هذا عملنا حقيقة. هذا اللقاء هو نشر للعبة، هو نشر لمفاهيم اللعبة لتفاصيلها لتطورها. فبحد ذاته يعني وجودك الآن أو وجودي بهذا البرنامج هو دعم لكرة الصالات. نعم، ونحن لا نعتبره دعما بقدر ما نعتبره إعطاءكم فرصة، لأنكم حققتم حقيقة إنجاز أن تصبح رابعا في الأندية على آسيا بعدما كنا نتلقى الخسارات الثقيلة التي يعني لا حصر لها. أصبحنا الآن ننافس، أصبحنا قريبين من منصات التتويج. دائما يقال أن يعني حتى يقال أن العيار الذي لن يصيبك تكتسب منه خبرة. لم تصعدوا للمباراة النهائية، ولكنكم كابتن في هذه البطولة أكيد اكتسبتم من الخبرة كمدرب وكجهاز تدريبي ككل وكلاعبين، ما يؤهلكم لقادم البطولات، أليس كذلك؟ أكيد. يعني بعد ما انتهت مباراة إيران كل المتابعين المحبين صوروا أنه أنا يعني تأثرت بالمباراة، بالعكس أنا فرحت لأن اكتسبت العديد من النقاط الإيجابية والنقاط السلبية اللي من شأنها أنه أنا استفاد من النقاط الإيجابية وعززها، وكذلك النقاط السلبية يجب أن أعالجها يعني تم معالجتها. فكنت راضي عن النتيجة وعن الأداء، وكنت فخور باللاعبين الأبطال، وكنت فخور بأن يقال عن العراق وعن كرة الصالات العراقية ما قيل من قبل متابعين المدربين والصحفيين. وحقيقة يعني كنت رافع راسي بين المدربين المتواجدين هنا. نعم كابتن، خليني أسألك يعني كمستوى عام لدوري الصالات في العراق، كيف تقيمه على المستوى الإقليمي يعني بالنسبة لدول الجوار كدول الخليج، إيران، أردن، لبنان، سوريا؟ للأسف مستوى الدوري ما يليق بالطموح. احنا عندنا يعني عادة الفرق اللي هي مثالية تقدر تمارس دوري كرة الصالات ما تعبر عدد الأصابع الخمسة أو الستة، يعني كلش نقول سبع أندية هي فعلا جاهزة لأن تشارك في دوري كرة الصالات. أما مشاركة الآخرين تكاد تكون تحصيل حاصل، وفي مختلف يعني المواسم فريقي يعرقل الدوري وينسحب يقول ما عندي فلوس تحكيم وما يقدر يكمل. فأنا يعني أناشد لجنة كرة الصالات العراقية واللي متمثلة بالأستاذ المحترم عادل ياسري. إن شاء الله يعني إحنا كابتن نحاول نأمل اتصال مع الأستاذ عادل الياسري يعني رئيس لجنة الصالات في اتحاد الكرة. إن شاء الله يعني نحاول نتصل به ونستفسر منه عن كم سؤال إن شاء الله. فكابتن يعني أنا أسأل، هذه الفرق اللي يعني وصفتها أنها تعرقل، ألا يمكن يعني الاستغناء عنها وحصر الدوري في 10 فرق مثلا؟ هو أنا كانت مناشدتي للجنة الصالات حتى لو يصير دوري كرة صالات 8 فرق ومن مرحلتين أو حتى من 3 مراحل إحنا نستفاد، يصير منافسات أقوى، اللاعبين الجيدين راح ينضمون للأندية جيدة، وراح يصير مستوى متقارب، وراح يصير تنافس قوي. يعني الآن البطولة محصورة بين نفط الوسط، نفط الجنوب، المصافي، الجوية، يمكن غاز الجنوب، يعني ما يعني خاف أنا أنسى أحد الأندية لا يزعل علي، نادي الكوفة، يعني 5 أندية 6 أندية قاعد تنافس، بينما الموجودين بالدوري 22 نادي 22 نادي لو يصير التنافس من 10 أندية يصير الدوري أقوى، وهذا ينعكس إيجابيا. وأنت كمدرب منتخب وطن عراق ستكون الرؤية أوضح لديك بالنسبة للاعب الذي يصلح من اللاعب الذي لا يصلح. كابتن احنا شوية يعني كنا متحيزين لكم، يعني المباراتين اللي عدنا اليوم كانت للفوزين اللي حققتم، هذه مع فريق الريان على ما أعتقد. نعم فريق التحالف هذا مو الريان، يعني هو متعدد الجنسيات كما سمي. اثنين برازيليين، نعم، واحد برتغالي، نعم، واثنين مصريين، واثنين إيرانيين محترفين. دول الإيرانيين محترفين جايبيهم سميهم محترفين. نعم. والبقية الجنسيات اللي عددت، هذا لاعب برازيلي، نعم، والجولتشي إيراني،
والبقية مصريين ومختلف. هاي المباراة كانت بعد مباراة شومبوري اللي خسرتوها في البداية. نعم. بفارق هدف. نعم. لكنكم يعني كنتم على قدر المسؤولية هناك كابتن، كيف عملت مع اللاعبين وحضرتهم لهذه المباراة اللي حققتوا بها الفوز على فريق ريان اللي يعني كما قلت مدجج بالنجوم وفريق تحالف من مختلف الجنسيات؟ والله أسولف لك يعني تفاصيل بسيطة. احنا بعد ما انتهت مباراة شومبوري كان الفريق يعني شبه يعني مستاء كمدرب وكلاعبين وكوفد. لين قدمتوا مباراة وخسرتوا. اي احنا اخير دقيقة احنا عندنا كرة بالعمود 3-2 وعندنا كرة بالعمود. وما تصير لو تنعاد 10 مرات ما تطلع الكرة، طلعت دقت بالعمود وطلعت. والمستوى اللي قدمناه والفرص اللي ضيعناها يعني كان بدي اجيب لك كل اقراص حتى، بس ان شاء الله ادز لك اياها ان شاء الله كافي. ايه فالفريق راح كل من يعني غرفته، وانا هم جلست يعني حتى اكون صريح يعني عندي بعض الشعور بال يعني التعب والاستياء، اخذت تقريبا ساعة. بعدين رحت على اللاعبين جمعتهم بعد ساعة عادل روحية عادة النشاط، يا لاعبين يا اخوان انسوا المباراة، قدمنا احنا، انا فخور بكم، باكر عندنا درس ثاني، احنا اليوم ما جازفنا، انا ايش اقدر اجازف بهاي المباراه، واحتمال ارجع واحتمال يصير علي اهداف كثيره، واللي كان حساباتي صح انا لو منطي اهداف كثيره يجوز ما ترشح، لان الفريق القطري عنده 3 نقاط والتشمبوري عنده 3 نقاط واحنا 3 نقاط وترشح احنا وقطر فرق جول والتشمبوري ودع البطوله، فكانت حساباتي صحيحه انه ما نفتح الملعب ولا نعطي اهداف كثيره، لان الهدف بهاي المجموعه احتمال يخليك تودع. هل كانت القرعه عادله كابتن من ما بين 12 فريقا ان تقع مع ريان وتشمبوري؟ هو تصنيف عندهم مستوى اول 4 فرق اللي هو الفريق الياباني والايراني والتايلندي تشمبوري والصيني، والبقيه 8 فرق يعتبروهم مستوى ثاني، وزعوها بالقرعه يعني زرع بالقرعه توزيع يعني ما كان، بس احنا سموا مجموعتنا مجموعة الموت يعني أصعب مجموعة اللي ضمت تشمبوري وضمت الفريق العراقي والريان القطري، بس هم ما كان في حساباتهم إنه إحنا بهالمستوى، كان يعني إنه مجموعة الموت تضم قطر وهذا مستوين متقارب وجيد، بعدين تفاجأوا بمستوانا من أول مباراة فسموها مجموعة يعني الموت، مجموعة صعبة. وبعد يعني بعد قلنا بعد المباراة الأولى كابتن كانت هذه المباراة اللي يعني تلت المباراة الأولى، هنا الفريق العراقي ظهر بصورة مغايرة، الحافز والدافع لدى اللاعبين كان يعني يختلف تماماً عن المباراة الأولى، تحس أباك فريق ثاني إجى لعب. أكيد هم كلاعبين أبطال يعني ومتفهمين، والعراقي بطبع شجاع وما تهز الظروف الصعبة، كذلك كان يعني حتى ما يقول واحد يمدح نفسه، كذلك كان دور الكادر التدريبي بكيفية إعادة اللاعبين روحيتهم مستواهم، وكذلك الجاهزية البدنية لكون احنا مباراة لعبنا جدا قوية وثاني يوم ما أخذنا راحة، اليوم لعبنا ويا تشمبوري ثاني يوم بالضبط ويا الريال القطري، لكن توفقنا في كل المجالات اللي اشتغلنا عليها نفسي وبدني ويعني وذهني وكل المجالات توفقنا ونجح الفريق العراقي وتقدمنا 3-0 3-0 لأنه بدأ الإجهاد يبين علينا بالثلث الأخير من المباراة أخير 5 دقائق، والفريق القطري استخدم الباور بلاي علينا وقوّل جولين، لكن حافظنا وانتصرنا والحمد لله. وكان يعني بعد ذلك الصعود والتصدر للمجموعة، احنا بعد أن كنتم خارج حسابات الجميع احنا تصدرنا مجموعتنا، وأنت عندك المعلومات الكافية، وهذا بحد ذاته يعد إنجاز بعد ما كنا في هكذا مجموعة، يأتي الفريق العراقي ويتصدر مجموعته ومن ثم يعبر لدور الأربعة أمام صداقة لبنان. نعم يعني ونحن نتحدث كابتن بنك بيروت ونحن نتحدث ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس لجنة اتصالات في اتحاد كرة القدم السيد عادل الياسري. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. السلام عليكم أستاذ حسين، تحية لك ولضيفك الكابتن المجتهد هيثم عباد. نعم حياك الله حياك الله ساد عادل. خلينا نستثمر يعني اتصالنا بك، انجاز كرة نفط الوسط في بطولة أندية آسيا أبطال الدوري، كيف ستوظفوه بالنسبة لقادم الاستحقاقات وأولها تصفيات آسيا التي ستقام في كوالالمبور في الشهر العاشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وضعنا كرة الصالات في الاتجاه والمسار الصحيح
من خلال بطولة الأندية الآسيوية التي أقيمت في أصفهان، لأن كان ممثل العراق نادي نفط الوسط في هذه البطولة علامة مضيئة ومشرفة لبلدنا الحبيب. وكان وفد نادي نفط الوسط قمة في الالتزام والانضباط، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على قيمة الرياضة العراقية، لأننا بلد متطور، بلد مثقف، بلد يحب النظام والالتزام. فكان كل أعضاء الوفد نموذج للرياضي العراقي ومبخى لبلدنا. أما بالجانب المستوى الذي ظهر به نادي نفط الوسط، فاجأ به كل المتواجدين والمتابعين والمعنيين بهذه اللعبة من خلال الأداء البطولي ورسم خارطة لكرة الصالات العراقية في هذا المحفل المهم. أثبت لنادي نفط الوسط حقيقة، أثبت أنه رقم صعب، وهذا ما أثنى عليه الاتحاد الآسيوي، لجنة الصالات الآسيوية أقصد يعني، المشرفة على البطولة، والشجاعة التي تمثلت حقيقة وليس مجاملة بالمدرب الكابتن هيثم عباس، الذي عرف كيف يتعامل مع مدربين كبار في هذه البطولة ويصل ويحرجهم ويصل بفريقه إلى المربع الذهبي. فهذا الملخص اللي أريد أحكيه هو بناء جيل كرة صالات في البطولة الآسيوية للمنتخبات التي ستقام في الشهر العاشر. لأننا الآن أصبحنا في المسار الصحيح ووضعنا كل البصمات التي تليق بسمعة كرة الصالات في العراق وباحتراف كل اللي متواجدين، وأنا كنت أحد المتواجدين في هذه البطولة، وكان هناك لدي اجتماعات عديدة مع لجنة الصالات في الاتحاد الآسيوي، وحقيقة باركوا لهذا الإنجاز وقالوا ومدير التطوير خل أنقل لك عن ما حدث، لقاء بيني وبين مدير وحدة التطوير في الاتحاد الآسيوي، قال بالحرف الواحد: يا كابتن عادل، أنا كنت قلق من مستوى نفط الوسط، لأنه أنا زوج كنت على رئاسة الوفد اللي زار العراق ولتقييم واقع كرة الصالات في العراق، وعطيت من خلال ما انبهرت من خلال ما قدمتوه في العراق من عمل ومن آلية صحيحة، وكنت وعطيت درجة من بعد كتابة التقرير انه 84 حتى اصبح تسلسلكم السادس. كنت متخوف انه لا يظهر نفط الوسط بهذا المستوى ويقولون لماذا هذا التقييم، ولكن الحمد لله انا فخور بكم وبالعراق، وانا سوف ادعمكم بكل تفاصيل اللعبه لانكم تستحقون الثناء والمجد، وانتم فريق واداء رجولي وبطولي بكل المواصفات. نحن نحمد الله ونشكر استاذ حسين على هذا الانجاز الرائع الذي قدمه في نادي نفط الوسط. ولا يفوتني ان اذكرك انت يا استاذ حسين، اشكرك بالعكس. قناه الرشيد وبرنامج حوار سبورت اعتبروه منبركم ومنبر كل الرياضيين الشرفاء حقيقه. نادي نفط الوسط يعني استاذ عادل، حوار سبورت منبر لكل رياضي عراقي شريف يحقق انجاز حقيقه. لا انا اذكرك في الشيء استاذ حسين، انه سالتني سؤال قلت لي هل تتوقع ان يكون نادي نفط الوسط في هذه البطوله يحصل على تسلسل سادس؟ قلت لك بالحرف الواحد: انا اتوقع ان يتجاوز هذا. نعم، وفعلا هو تجاوز واصبح رابعا. يعني استاذ عادل عذرا، يمكن كابتن هيثم ما يدري بهذا الموضوع. كابتن هيثم تحدثنا في البرنامج، سالته هل سيكون ضمن السته الكبار، قال لي يمكن افضل، وتحقق فعلا استاذ عادل، اصبحتم ضمن الاربعه الكبار. تابع الحلقه. نعم استاذ عادل، يعني اذا كنت معي لازلت معي اسالك، يعني في ظل عدم وجود معسكرات خارجية من قبل اتحاد كرة القدم، ما هو الحل مع عدم وجود أيضا قاعة متخصصة داخل العراق؟
نعم، الاتحاد العراقي اتخذ بناء على الظروف التي يمر بها البلد من حالة التقشف التي أصابت جميع المفاصل البلد بما فيها الاتحاد العراقي. نعم. وأنا مثل ما وعدتك سابقا سأوعدك أيضا اليوم، لا تهمنا المعسكرات، ولدينا كادر تدريبي متقدم، ولدينا لاعبين جيدين، ولدينا أندية تقف مع المنتخب، وسوف ندخل معسكر داخليا وقبل البطولة بخمسة أيام إن شاء الله سوف نحصل على استثناء من الاتحاد العراقي لكي أنه ندخل معسكر قبل خمسة أيام. نعم. قبل البطولة حتى يتعود اللاعبين على أرضية الملعب. نعم. وهذا وعد إن شاء الله سوف يتحقق، ولكن أطمنك أستاذ حسين وأطمن كل الجمهور الرياضي بأن كرة الصالات ومنتخب الصالات لا يعوق أي شيء ولا يتوقف عن معسكر وغير معسكر، أنه نمضي إلى الأمام. نعم. ونثبت موقف في بطولة الآسيوية للمنتخبات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ عادل، شكرا جزيلا انضمامك إلينا في هذه الحلقة. كابتن هيثم، عولنا كثيرا يعني عندما كان ضيف هنا الأستاذ عادل ياسري، وعدني بأن تكونوا بترتيب أفضل يعني من السادس. أنا توقعت، قلت له هل ستكونون ضمن الستة الأوائل؟ قال لي إن شاء الله أبعد من ما هو السادس، حققتم الرابع، والآن أنتم أمام مسؤولية أكبر مع المنتخب الوطني العراقي لتواصلوا ما حققتموه في هذه البطولة. الآن الوضع اختلف عندما ستأتي أنت، وقد عرفك المنافسون الآسيويون أنك مدربا للمنتخب العراقي وستشارك في بطولة تصفيات المنتخبات في كوالالمبور، ستكون النظرة للفريق العراقي مغايرة. هل جعلتم ذلك في الحسبان كيف سيتم التعامل مع هذه البطولة؟ أكيد الموضوع راح يصير أصعب. مثل ما تفضلت الآن أكو صارت نظرة على الفريق العراقي، انتباه حذر. حتى أرجع للبطولة الآسيوية وكيف تحقق الإنجاز، هنالك تخطيط لم نعمل يعني لكون أن نفط الوسط مشارك، بل عملنا أن هذا الفريق يمثل العراق. كان الاتصال مباشرة بالسيد رئيس اللجنة الأستاذ عادل ياسري، شكل خلية عمل متمثلة بالكادر التدريبي، متمثلة بمدير الفريق السيد علي عيسى مشكورا، واللي قام بكل واجبات الإدارية. وفر كل الظروف الملائمة للفريق، هيئ البرامج من حيث وجودنا في مدينة أصفهان من حيث البرامج التمرين والتغذية، وكذلك مواعيد المؤتمرات يعني تهيئ للانطلاق للمباريات والعودة، كل هاي الأمور أنا ما كنت أعرف بيها وكلها هيئها وسهلها. كذلك المتواجدين إخواني من الكادر التدريبي في المنتخب، يعرف لو تذكرهم بالاسم حقيقة في المنتخب، يعني لهم التحية في المنتخب الوطني. نعم. في المنتخب الوطني الأستاذ سالم عودة. نعم. المدرب المساعد في المنتخب الوطني. نعم. وكذلك الكابتن حسين شلال مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني. نعم. واللي ذهبوا مع نفط الوسط للمعونة. نعم. للمشورة لتقديم كل ما يستطيعون أن يقدموه. كذلك لا أنسى دور المدرب المساعد ويا نفط الوسط الكابتن منتظر ناصر. نعم. جمال الدين، واللي حقيقة هذا أنا يعني أطرحه للشارع الرياضي في كرة الصالات، مدرب طموح، مدرب قادم بقوة لتحقيق العديد من الإنجازات. وبعد الكادر الطبي كابتن علي مذبوب المعالج، والإداري سيف، ورئيس الوفد للفريق السيد مصطفى الحكيم، كل هذا كانت خلية. حتى لا أنسى، شوف حجم التخطيط، تواجد منتخب الشباب. نعم. في كرة الصالات. نعم. انطي حالتين. نعم. الحالة الأولى تعلم لاعبين. نعم. من البطولة المشاهدة مباشرة. نعم. شفناهم باللقطات اللي طلعت في البداية على ضمنها سيد المخرج، كانوا حاضرين على المدرجات معهم العلم العراقي. نعم. تعلم اللاعبين، مشاهدة الروحية اللي انبعثت للاعبين من خلال تواجد بعض الناس المقربين اللي خاصين بكرة الصالات، كذلك أدوا بعض التمارين الرياضية وقاموا معسكر تدريبي هناك. نعم. وجود الكادر التدريبي لمنتخب الشباب متمثل الأخ علي طالب. نعم. ومدير الفريق عقيل الدراجي والكادر المساعد له،
ومشكورا اللي كان بعد كل مباراة يجيب اللاعبين يعزرون لاعبينه يواسون لاعبينه إن كنا فائزين ويشجعون لاعبينه عندما نكون العفو يواسون لاعبين عندما نكون خسرانين ويعزرون لاعبينه ويشجعهم عندما نكون فائزين. بعض الأمرار كابتن علي طالب جاب الفريق للفندق حتى يكون يعني أكو فد نتناسى بعض الآلام، فكنا تواصل هنا يعني كانت هناك خلية. نعم. وهذا كله كان متواجد رئيس اللجنة، واللي حقيقة أنا من هالمنبر من هالبرنامج الشريف اللي يستضيف الطاقات ويعني يعزز دور الإنجاز وجودك أستاذ حسين، أنا أقول من هالمنبر هذا أشكر سيد رئيس اللجنة اللي حقيقة ما يخفى على الجماهير أنه كان يسوي عملية جراحية لقلبه قبل 10 أيام، ولكن أثر على نفسه أن يأتي البطل. والده متوفي الله يرحمه، ويرحم أمواتنا، والده متوفي وأبى على نفسه أنه يلحق الفريق يتابعه ويلتحق به، حتى صورناه وهو يتفاعل مع الأهداف التي تسجل بحرارة، يلتحق بالفريق وسوى يعني فد فعاليات إحنا فخورين بها، وخلى الغيرة العراقية يتحرك أنه يوم من الأيام يعني شاكيته وقام يهوس به، ويوم من الأيام نزل للمنزع وقام يبكي الله يشهد، يعني قام يبكي يعني يوم اللي تأهلنا الدور الأربعة يعني دموعه ودموعه غالية علينا، وإحنا نشكر على تواجده ويانا، وكان يعني ويانا قريب مثل أنفاسنا يعني ما وفر كل ما يستطيع توفيره وقدم كل ما يستطيع وما بخل بشيء، وإن شاء الله إحنا نعاهده كمنتخب وطني وككرة صالات إن شاء الله نكون تحسن ظنه، وإن شاء الله ما نضيع تعبه. وأنا أشكر كل اللي ساهموني واللي ذكرت أسماءهم من علي عيسى وسالم عودة وحسين شلال ومنتظر ناصر وعلي طالب وعقيل الدراجي والكادر المساعد وسيد مصطفى، كل اللي ساهموا بهال، ولا أنسى المبدع اللي وصل الخبر أول بأول وتواصل ويا الجميع، واللي عاش الجمهور العراقي رغم عدم توفر القنوات الناقلة. نعم. المبدع عدي صبار. نعم. نوجه تحية لزميلنا الإعلامي عدي صبار، وضعنا بالصورة اللي كان أنا واحد من الناس يعني يدفع بي ويعازرني ويشجعني، واستفاديت من وجوده الكثير والله. نعم. أنا كابتن عودة للبطولة لكل يعني لاعب مواصفات، اللاعب العراقي عموما بما يمتاز؟ تشاهده بماذا يمتاز؟ اللاعب العراقي يستطيع أن يتغلب على التكتيك واللياقة البدنية بالحماس والغيرة والقتالية. إيه. هو الحماس والغيرة. نعم. إيه. أنا شاهدت اللاعبين العراقيين يعني في بعض الحالات حتى يقدم يعني أكثر مما تتوقع من عنده حقيقة. صح. بس حرك مشاعره. بس هيج مشاعره، هيج الحاسيس عنده، الدفاع عن وطنه، الدفاع عن أهله، الروحية، هذا بلده لازم ينتصر، لازم يعني تلقاه يتغلب على التكتيك والتكنيك والخطط واللياقة البدنية، يتغلب ويروح ويمشي. نعم. كابتن، مواجهة مدربين لهم باع طويل في هذا المجال، مجال تدريب في يعني في خماسي الكرة أو كرة الصالات، هل شكل بالنسبة لك علامة فارقة في مشوارك لحد الآن كابتن؟ هل أضفت لك التجربة شيئا جديدا على مستوى التدريب؟ والله يعني أولا هو التوفيق من الله أول، ونعم بالله، أكيد توفيق من الله، شاء الله أن ينصر العراق، أنا ما أقول نفط الوسط، العراق، ويرفع من شأنه أمام المحبين والحاقدين. وكذلك أنا حتى أكون يعني منصف، من تواضع لله رفعه، أنا كل ما يصيبني نجاح يجب أن أتواضع، أنا أقول لحد اليوم أنا يعني لا شيء في كرة الصالات. نعم. أنا في قطرة، أنا قطرة في بحر، رغم أنه أنا أمتلك ليفل 1 ليفل 2 آسيوية، دبلوم. نعم. عالي إسبانيا برشلونة. نعم. والآن مدعو لأدفانس متقدم. نعم. في بريطانيا. نعم. وأمريكا، لكن أنا لا شيء في كرة الصالات بعد. شكرا لتواضعك كابتن، لكن احنا حقيقة نعول عليك كثيرا، يعني أنت بدأت يعني بداية، هذه بداية المشوار للتميز، يعني حتى من اختارينا عنوان الحلقة قلنا كرة الصالات عنوان التميز، حقيقة بدأتم الآن يعني ترسمون خريطة جديدة لواقع كرة الصالات في العراق، ترى يعني مستوى الزاد البشري في الفريق العراقي وعلى مستوى الفئات العمرية، هل تراه يمكن أن يستمر لجيل على الأقل جيلين قادمين؟ على إذا كان التخطيط سليما وصحيحا. على لجنة، شوف أنا بديت يعني على لجنة الصالات أن تنهج
نهج تطوير الفئات العمرية. لأن احنا موجود عندنا جيل بعد سنة سنتين ينتهي هذا الجيل. ينتهي كل ما عملناه ويروح يندثر. ويجب أن ندفع بجيل جديد. أي لازم هسه الشغل يبدي. هسه لازم وموجودة تجربة قلت لك تخطيط. لأن منتخب الشباب جاهز 80% من عنده لأن مثلون المنتخب الوطني. يستطيعون أن يمثلون المنتخب الوطني منتخب الشباب اللي هو كابتن علي طالب. جاهز 80% حتى يكون منصف 60% من عنده جاهز أن ينتقل للمنتخب الوطني. وهو هذا بداية التخطيط. احنا ما كان عندنا منتخب شباب ولا كانت لكن ننتظر بعد أكثر من عندهم أن يعني يكون هناك دوري فئات عمرية. يعني أنا هم ناشدوا للاتصالات لكن الأندية ما استجابت نتيجة الظروف الأندية أيضاً. وهي يعني وتركز جل اهتمامها على الكرة المكشوفة وعقود اللاعبين المرهقة مالياً حقيقة. هذا أيضاً أمر يعني يأخذ منها الكثير من المآخذ وبالتالي تراها يعني لا تتحمس لفكرة الفئات العمرية بالنسبة يعني لكرة الصالات. من منبر قناة الرشيد أناشد الأندية الجماهيرية اللي أنا ما أريد أذكر اسماء لكن اللي مستوى لاعبيها المالي مثلاً يعني عقد واحد جوز 300 مليون. أنا أقول له 300 مليون فريق كرة صالات ويحقق إنجاز ويحقق إنجاز. نعم. فريق كرة صالات أكثر من لاعب ويحقق إنجاز وتتطور حتى كرة القدم. لكون أن كرة الصالات هي المدخل الرئيسي لكرة القدم المكشوفة. لكون لاعب كرة الصالات يستطيع وبسهولة أن ينتقل للعب في الساحات المكشوفة. لكن العكس غير لكن ممكن العكس صعب جدا. صحيح ولا يمكن أن حتى سمعت أنه بعض اللاعبين انتقل ليلعب في الساحات المكشوفة. الآن إحنا عندنا لاعب منتخب وطني متميز جدا نوجه له التحية الكابتن وليد خالد. نعم. لاعب منتخب وطني بكرة الصالات لاعب نفط الوسط لأربع مواسم وحاصل على لقب الهداف هذا الموسم الأخير والموسم الأول اللي أخذنا به دوري انتقل لتمثيل فريق نفط الوسط بالكرة المكشوفة. وأنا أتوقع أن ينجح وأنا أعتبره مشروعي وأراهن عليه أن ينجح. أراهن عليه هذا اللاعب أن ينجح وإن شاء الله ينجح لأنه في مساحات قصيرة يستطيع أن يتغلب أو يتخلص من 3 لاعبين. كيف حال أنه أنت تتصور هذا اللاعب يكون موجود في الساحة الكبيرة وعنده الإبداع والمهارة والذهنية العالية كلش ذكي. أنا أتصور راح ينجح وأتمنى له النجاح وأوجه له التحية والتقدير من قناتكم. نعم كابتن معدل أعمار لاعبي منتخبنا الوطني العراقي حاليا كم هو وهل تراه مناسبا أم لا؟ بالنسبة لمعدل الأعمار إحنا يعني سبقتني بالحديث إنه هنالك تصفية للاعبين لكن أنا ما راح أتعامل ويا العمر فقط مع الكابتن حسين عبد علي. نعم. كابتن المنتخب الوطني اللي يتجدد عطاء ما أنظر له على عمره لأن هو يتجدد عطاء يعني دا يقدم أكثر من اللاعبين الشباب القيادة ويعني حسن القيادة والسيرة والخلق والتواضع ويعني نكران الذات وتذليل الصعوبات ما توصلني أي صعوبة أنا ما أدري شنو اللي يصير هو متبنيها لا ينطب مدرب ولا ينطب لاعب وحال الأمور وهي مواصفات القائد حقيقة قائد. يعني الفريق أنا ما أقدر أفرض بهذا يعني حتى لو بعد 5 سنوات ما أقدر أفرض ومعدل الأعمار الآن كم هو كابتن بالنسبة للاعبي منتخب الوطن العراقي يعني 23-25 وهو معدل جيد جدا جيد لكن جدا. كرة الصالة إلى أي عمر يمكن أن يبقى يقدم حتى 40 سنة يقدر يلعب حتى 40 سنة يقدر يلعب ليش هو بيها جهد بس ما دام التبديل مفتوح هذا ما يشفع له عكس الكره يعني على الساحة يعني عطاء اللاعب يمكن ان يقدم دقيقه ويقدر يحسم بها مباراه حتى اي ويقدر يرتاح ويقدر يعيد انفاسه وضعه يرجع يشترك فانا رايي وجزء رايي صح وجزء رايي خطا انا اقيم اللاعب العراقي او اللاعب كره الصالات يمكن ان يصل حتى على عمره 40 سنه ويمكن ان يكون يعني بالفورمة ويلعب. نعم حتى أنا شاهدت يعني بعض من لاعبي منتخب اليابان وإيران أعمارهم كبيرة ولكن لا يزالون يقدمون بذات المستوى والعطاء. نعم. وتحتفظ بهم الكوادر التدريبية حتى وإن تغيرت الكوادر. خذ ظروف هناك مختلفة. تختلف. يعني التغذية، القاعات. والاهتكاك والاهتمام والمسابح. يعني إحنا أنت لو تشوف إحنا وين نتمرن والله يعني أنت تسجل هذا الموضوع معجزة. لو في يوم أدز لك الصور من القاعة اللي يتمرن بها بالنجف
واللي هم نوجه لها التحية لأن هي احتضنتنا، لكن لو تحضر هذا المكان يمكن ما أريد أنا يعني أبخس حق الناس اللي وقفوا ويانا، ولا أريد أنتقص من القاعة اللي يعتبرها مقدسة واللي منعت حق الإنجاز. يعني عملتم بما يمكن العمل به، ومع ذلك يعني استمريتم بالعطاء كاتب. والله ما تقعد بيها دقيقة، مو تتمرن بيها، ما تقعد بيها دقيقة، خصوصا مع هذا الجو الحار. الجو الحار، نعم، لا مسابح لا حمامات لا تبريد لا تكييف لا أرضية، أرضية قطع يعني مكانات حتى اللاعب احتمال يتعور بيها، ماكو التارتان، ونتمرن ونجتهد والحمد لله والشكر. يعني هذه دعوة يعني من هنا للمسؤولين، نعم نعم، للأخوة في اتحاد كرة القدم، للأندية الغنية التي يعني اتحاد كرة القدم ما يقدر يوفر قاعة، لوزارة شباب الرياضة، يعني السيد الوزير جزاء الله خير ووجه له التحية وفر قاعة الآن وجه بتوفير قاعة، نعم، قاعة السيدية، نعم، سمعنا عن هذا الخبر. أيه، هل استلمتم الموضوع، تبنيتم الموضوع الآن من الأمور يعني طور الإنشاء لكون القاعة بها ترميم يعني، لكن هاي الظروف اللي تمر بالبلد جعلت الموضوع أكثر أكثر. إحنا نقول وين كانوا المسؤولين السابقين، وين كانت الوزارات السابقة بالنسبة للرياضة والشباب من أن توفر هكذا قاعات؟ بالعكس، كانت الوزارات السابقة مانعة أن تقام نشاطات كرة الصالات في المنتديات الشبابية وفي القاعات التابعة للوزارة. ما العلة في ذلك المنع؟ هو هنا بعد المزاح ما يصير واحد يعني يطلع من البرنامج، ما أعرف. نعم، هنا علامة استفهام كبيرة ترسم حول هذا القرار، خصوصا يعني بعد الإنجازات اللي تتحققوها على مستوى كرة الصالات. تتوقع كابتن أن يتألق أكثر من فريق في الدوري العراقي؟ يعني لو أخرجنا نفط الوسط، لو شارك فريقا آخرا في البطولة الآسيوية، هل تتوقع أن يوفق كما توفق الفريق فريق نفط الوسط؟ إن شاء الله إن شاء الله، لأن الطموح العراقي يوم بعد يوم يكبر. وإحنا أنا ما أرد أسولف يعني بشكل مثاليات، لا والله ولا وطنية، لكن أنا أشوف يعني الجانب الروحية والغيرة عند اللاعبين العراقيين تخليه يتغلب بكل الظروف، بالحرب وبالرياضة وبالاقتصاد وبكل شيء. نعم كابتن، قبل يومين تقريبا أو ثلاثة أيام كنت أتحدث مع أحد المدربين القدامى في عالم كرة القدم، قال لي انتظر تطورا لكرة الصالة لأسباب عديدة، ذكر لي سبب منها حقيقة، قال لي لانتشار ساحات خماسي الكرة على صح مستوى العراق، صح، يعني مثل ما تحدثنا عن أمر يعني غير جيد بالنسبة للوزارة السابقة بموضوعة منع اللعب على هذه الصالات، لكن نقولها بالحرف الواحد مشكورة على موفرتها من ملاعب خماسي هي ومحافظة بغداد، أتحدث عن العاصمة بغداد، مو وزارة شباب الرياض، لكن أقول بعض مجالس المحافظة، نعم مجالس المحافظات أيضا والمحافظات نعم. كابتن، هذه الملاعب أنا بالمحصلة، هذه الملاعب هل فعلا أوجدت اهتماما كبيرا بهذه الكرة بعد أكيد أن كانت شبه مهملة؟ أكيد. الآن على الفطرة هنالك تشكيلات منظمة وغير منظمة تروح يعني هذه الملاعب أو الساحات تشترك في بطولات أو تمرن بهذه الساحات، هذا راح يولد نتاج، راح يصير أكو نتاج عندما اللاعب ينتمي لهاي اللعبة ويقوم يحب هاي المساحة الصغيرة ويبدع بيها، راح ينتشر على الأندية وراح يصير عندنا دوري قوي وراح يتواجدون لاعبين ولدتهم الفطرة. وهو من عكس يعني الآن، يعني يقال أن بعد 3 سنين تقريبا أو 2 سنين هناك جيل جديد من خماسي الكرة سينتقل بمستوى اللعبة بالعراق بالدوري العراقي. أكو فرصة إلي أنا كشخص يعني عن طريق وزارة شباب الرياضة للمداخلات في بعض الأمور اللي تخص الفرق الشعبية، نعم، من ضمنها هناك مقترح أن تكون في الفرق الشعبية فريق خماسي كرة القدم أو كرة الصالات، وهذا من شأنه وبسبب تواجد هكذا ملاعب وهكذا ساحات من شأنه راح يطور كرة الصالات العربية، لأنه يمد الفرق باللاعبين، يعني قد ترى لاعبا جاهزا يحتاج للتوظيف فقط أو للصقل على أقل تقدير. نعم كابتن، هل يعني من ضمن عملك واختصاصك هل تتابع التطور الحاصل في البلدان المتقدمة في خماسي الكرة؟ أتحدث عن الدوريات الأوروبية، أكو بعض الدوريات الأوروبية دوري الخماسي يكون فيها قوي جدا. أنا تابع بالتلفزيون، أنا أشتري من منظمات دولية خاصة بالفوتسال، أشتري أقراص على حساب الخاص، نعم، يعني مرات يوصل سعر القرص إلى $100 يجينا عن طريق البريد
DHL. نعم. كذلك أتابع عن طريق التلفزيون، ولو تسنح الفرصة حتى لأوروبا أنا سافر حتى أتابع، ما عندي مانع. والدليل إنه أنا والكابتن علي طالب سافرنا للبحرين على حسابنا الخاص. نعم. وإحنا مدربين منتخب أول ومنتخب شباب. مع رواتبكم القليلة. هذه نقطة يجب أن نتحدث عنها. نعم كابتن. حتى نتابع بطولة الخليج. نعم. بطولة الخليج قد يكون مستوى الأندية الخليج أو المنتخبات الخليجية يعني مو مستوى الطموح، لكن مدربيهم أكثرهم أجانب. حاولنا أن ننظر كيفية التعامل من قبل المدربين المتطورين كله برازيلي وإسباني، كيفية التعامل مع هكذا حالات. نعم. تحدث أثناء المباريات، فإحنا عندنا الروحية وعندنا الاستعداد أن نتبع كرة الصالات أينما كانت. نعم كابتن، الوقت سرقنا، مضى سريعا، الحديث كان جميل. قبل أن أختم حلقتي أوجه يعني كلمة للأخوة في اتحاد كرة القدم، التفتوا أكثر لكرة الصالات لأنها تستحق ما تقدموه، وأكثر من ذلك عطفا على ما تحقق من نتائج. والدعوة أيضا لوزارة شباب الرياضة متمثلة بسيد الوزير صالح عبد الحسين عطان، اللي يعني رجل متفهم وكثير يعني ما يتحدث عن دعم لمختلف القطاعات. نوجه له تحية ونريد منه أن ينظر قليلا لكرة الصالات أيضا، لا نريد أن نعتف فقط على اتحاد كرة القدم. ختاما كابتن هيثم، أتوجه إليك بالشكر لتجشمك عن المجيء هنا، كنت ضيفا عزيزا، تحدثت بسلاسة ووضوح وصراحة عن مشواركم الجميل في هذه البطولة، بطولة أندية آسيا، وإن شاء الله توفقون في مشواركم الآسيوي الأهم مع المنتخب العراقي. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين على سعة صدرك، على اهتمامك. حياك الله. احنا ننتظر دعمك طبعا بيك انا وكل من يريد ان يدعم الانجاز حقيقة معاكم. كرة الصالات امانة في عنقك، احنا نريد هذا الموضوع بعد تعطي اكثر اهتمام، لان هذه تمثل شريحة كبيرة. نعم. تمثل لاعبين، تمثل مستويات، تمثل خدمة الرياضة العراقية والشباب العراقي. بارك الله بيك، الله يوفقك، وإن شاء الله نكون حسن ظنك وحسن ظن الجماهير. وشكرا جزيلا لك والكادر برنامج حوار سبورت وكل العاملين في قناة الرشيد الفضائية. حياك الله، هي منبر لكل عراقي يقدم إنجاز حقيقي. الله يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا يا كابتن، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، ألقاكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الوقت، إلى اللقاء. حياك الله كابتن.